والآن سننتقل إلى البطاقة رقم 20 وهي الخاصة بالتناسبية. التناسبية كما كنعرفوا هي تساوي نسبتين أي تساوي عددين. إذا نشوفوا هذا التمرين اللي عندنا حول التناسبية. إذا هنا ثلاثة ديال التمارين، كل تمرين مستقل عن الآخر. نبدأ بالتمرين الأول اقرأوه. إذا علمت أن الدولار الأمريكي يساوي 10 ريال دراهم، احسب المبلغ بالدولار الذي يساوي مبلغ قدره 10,000 درهم. وكنعرفوا أيضا واحد القاعدة أن بالنسبة للتناسبية يكون جدول في وضعية تناسبية إذا كانت أعداد السطر الأول متناسبة مع أعداد السطر الثاني أو أعداد السطر الثاني متناسبة مع أعداد السطر الأول. إذا انتقلوا الآن للتصحيح ديال التمرين الأول. إذا هنايا كنلاحظوا حسب المعطيات، إذا علمت أن الدولار الأمريكي يساوي 10 دراهم، سؤال لنحسب المبلغ بالدولار الذي يساوي 10,000 درهم. إذا قلنا من أجل ذلك نستعمل جدول التناسبية التالي. إذا في الخانة الأولى الأفقية عملنا العملة بالدولار، وفي الخانة الثانية العملة بالدرهم. العملة قلنا 1 دولار يوافق 10 ديال الدرهم حسب المعطيات اللي عندنا في التمرين. إذا هاد بي، إذا ما هي العملة بالدولار؟ إذا كان العملة بالدرهم هي 10,000 درهم، إذا باستعمال التناسبية كنوجدوا أن بي يساوي اللي هي العملة بالدولار كتساوي 10,000 واحد تقسيم 10. إذا ضربنا واحد في 10,000 10,000 على 10 كنجبروا 1000. إذا المبلغ الذي يوافق 10,000 درهم بالدولار هي 1000 دولار. 10,000 درهم يوافقها 1000 دولار حسب هذا المعطيات اللي عندنا. والآن ننتقل إلى التمرين الثاني. يسير صاحب سيارة بنفس السرعة علما أنه يقطع 120 كيلومتر في ظرف ساعة ونصف أي ساعة وثلاثين دقيقة. سؤال، حساب المسافة الذي سيقطعها في ساعة أولا، ثم غنشوفوا شحال كيقطع في ساعتين ونصف، في ساعتين وثلاثين دقيقة. إذا غنشوفوا كذلك الجواب. إذا كيف كنلاحظوا دائما استعملنا جدول التناسبية، إذا عملنا هذا الجدول هذا ديال التناسبية، في الخانة الأولى عملنا المسافة المقطوعة بالكيلومتر من طرف صاحب السيارة، وفي الخانة الثانية الأفقية المدة الزمنية التي يستغرقها لقطع هذه المسافة. إذا يسير كيف كنشوفوا السيارة تسير بنفس السرعة يعني تسمى بسرعة متوسطة، علما أن صاحب السيارة قطع 120 كيلومتر في وقت يصل إلى ساعة ونصف. إذا حساب المسافة التي يقطعها في ظرف ساعة واحدة أولا ثم في ساعتين. إذا الجدول كيف كنلاحظوا 120 كيلومتر في ساعة ونصف، إذا هي 90 دقيقة. إذا المسافة الأولى ديستونس أ سميناها المسافة الأولى في 60 دقيقة لأن هي ساعة، اللي كنعملوا التناسبية دي واحد اللي هي المسافة المقطوعة في ظرف ساعة واحدة هي 120 في 60 تقسيم 90، عملية القسمة كتعطينا 80 كيلومتر. إذا هذا السائق إذا كان كيقطع 120 كيلومتر في ظرف ساعة ونصف، في ظرف ساعة سيقطع 80 كيلومتر، أي كيسير بواحد السرعة متوسطة 80 كيلومتر في الساعة. دابا الآن غنشوفوا في ساعتين وثلاثين دقيقة أو في ساعتين ونصف سيقطع سمينا المسافة اللي غيقطعها دي جوج. إذا حسب الجدول التناسبية دي جوج يناسبها 150، غادي نشوفوا هذه المسافة هذه اللي فيها 150 دقيقة شحال غادي يكون الطول ديالها. فإذا استعملنا جدول التناسبية كنجبروا دي جوج كتساوي 150 في 120 تقسيم 90. فإذا قسمنا كنجبروا 200 كيلومتر، أي في ظرف ساعتين ونصف سيقطع مسافة طولها 200 كيلومتر. والآن ننتقل إلى التمرين الثالث وهو خاص بالتصميم. على تصميم للقرية حسب السلم 1 على 15,000، المسافة بين منزلين على التصميم هي 1.6 أو على الخريطة كنقول. السؤال، ما هي المسافة الحقيقية بين هذين المنزلين؟ إذا هنا كذلك نستعمل جدول التناسبية. شوفوا جيدا، على تصميم لقرية 1 على 15,000 المسافة بين منزلين هي 1.6. إذا حساب المسافة الحقيقية بين منزلين، كما قلنا سابقا في التذكير أن سلم التصميم يساوي المسافة على الخريطة تقسيم المسافة الحقيقية. إذا هاي مكتوبة، نعلم أن المسافة الحقيقية تساوي، إذا عملنا التناسبية كنوجدوا أن المسافة الحقيقية تساوي جداء المسافة على التصميم في مقلوب سلم التصميم.
إذا إحنا عندنا والف على واحد على 15,000، المقلوب ديالها هو 15,000 على واحد، هي 15,000. إذا لإيجاد هذه المسافة الحقيقية بين هذين المنزلين، هذه المسافة د يساوي المسافة على الخارطة 1.6 مضروبة في مقلوب السلم اللي هو 15,000، وجدنا 24,000 سنتيمتر. وهذه المسافة يمكن نحددها بالمتر، هي 240 متر. وهكذا انتهت هذه البطاقة والسلام.